بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأول في 10 دقائق سلسلة غرس الفضائل في الأطفال، سلسلة للأهالي والخدام مدرسة الأحد، إزاي أغرس فضيلة في طفل. مش بدي معلومة ولا درس، لا، غرس فضيلة، وده دور هام جدا في التربية المسيحية. خدنا فضائل كتير لغاية ما وصلنا لحرف الغين. هاخد كلمة غربة، هتقولوا لي دي صعبة قوي على العيال، غربة ده احنا نفسنا فضيلة الغربة دي بعيدة قوي عن ذهننا. كتاب بيقول انه كغرباء، اتوصف ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب انهم غرباء. فالغربة دي فضيلة، بمعنى ايه؟ ان الواحد يعيش في الدنيا غريب، يعني ايه؟ مش بلده، مش دنيته، عشان بلده السماء، عاوز يرجع السماء زي اي واحد مسافر مشتاق يروح. عشان كده بعض القديسين كانوا ساعات يجوا على اخر ايامهم يقول لك هروح او سيبني اروح، ويروح يعني يرجع بلده. طب شعور الغربة معناه ببساطة، انا بتكلم عن الفضيلة عموما للكبار، ان الواحد ما تبقاش الدنيا بتاعته. يعني ايه؟ الناس تنبهر بحاجات هو ما بينبهرش بيها، الناس تجري قوي على الفلوس هو مختلف ملوش في دي، الملذات تشغله قوي ملوش في دي، الموضة تاخد عقله ملوش في دي، الناس تتكلم حاجات معينة ملوش فيها، فيقولوا له يا اخي ده انت غريب قوي. كويس، ما هو غريب دي عشان شبه المسيح. المسيح لو المجد كان غريب، غريب بمعنى ايه؟ في اتضاعه، في حكمته، في بساطته، في ودعته، في مبادئه كان غريب. عشان كده قيل المسيح له المجد قال ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. يعني إيه التلاميذ مش من العالم؟ يعني غرب. وقال لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، يعني لو أنتم الدنيا كانت الدنيا قبلتكم، لكنكم لستم من العالم لهذا يبغضكم العالم. طب انا مش بوعظكم عن الغربة، انا عاوز اخد الفضيلة دي واحطها في طفل. يعني ايه هنا؟ هنا مقصود بيها ازاي اربي ولادي على مبدأ انت مختلف. بلاش كلمة غريب، لانها كلمة مع الطفل ما تبقاش مناسبة، لكن هي نفس المعنى، غريب يعني مختلف، يعني مش دي طبيعته زي الناس. لانه اغلب الاهالي للاسف بتربي اولادها ان هم يقلدوا الناس. يعني في اهالي بتقولها كده بصريح العباره، اعملوا زي اصحابكم، شوف يا بنت البنات بيلبسوا ايه والبسي زيهم، يا ولد اللي بيضربك اضربه. الله، انت بتقول له ايه؟ خليك زي الدنيا. الحقيقة ده عكس اللي قاله الانجيل بالظبط. انا عاوز اعلم الطفل الصغير انت حبيبي عشان مسيحي انت حاجة تانية خالص، انت ابوك ملك، انت تعيش زي الملائكة، انت رايح السماء. الناس دي اغلبها مش رايح السماء، مش عشان يحتقرهم ولا يكرههم، عشان يحس انه متميز ومختلف، فيبقى غريب. بس غريب مش متضايق، غريب له رسالة. هو الطبيعي كده ان اي شخص غريب يعني يا اما ينطوي يا اما يبقى له رسالة وتأثير على الناس. زي ما حفظتكم، اي فضيلة هنعلمها عن طريق 3 كلمات: القدوة والحوار والتأديب. اولا القدوة، مش ممكن ابني او بنتي يطلع في احساس الاختلاف او الثقة بالنفس اللي تأكد له انك غريب عن الدنيا. ما كانش بابا وماما وابونا واخونا الخادم واختنا الخادمة كلهم عايشين فكرة احنا غرب، احنا مش من الدنيا دي، احنا مختلفين، احنا ما بنكذبش، احنا ما بنكرهش، احنا ما بنعملش كده، لان ده مش تبعنا. لما يكونوا كل المربيين قدوة في الاختلاف، الطفل ما يعملش مجهود نفسي انه يتشبه بيهم. ليه؟ خلاص عارف انه كل سكان العمارة بيشتموا، بابا ما بيشتمش، بابا غريب، بابا مختلف، هيطلع زي بابا. كل الناس مش عارف تكذب، ماما ما بتكذبش. خلاص الميس في مدارس الاحد قالت لنا ان احنا
بنحب كل الناس وهي بتحب كل الناس، خلاص يبقى في حاجة مختلفة، بس أنا باصص للقدوة، للمثل الأعلى هو عايشها، هو مش بيقولها وعظة. تاني احنا قلنا كتير قوي الطفل ما بيستقبلش الوعظ، بيستقبل القدوة، بيستقبل الحوار، وبعدين يجي معاد للتأديب لما يعند. يبقى أول مبدأ احنا عايشين يا كبار يا ابن ربي فينا مبدأ الاختلاف ولا لا؟ لأن هو ده اللي بيصنع القديسين. لما تدرسوا حياة أغلب القديسين هتلاحظوا إن في شخص كان مؤثر في تكوينهم. يعني القديس أغسطينوس أمه القديسة مونيكا كان ليها تأثير كبير قوي في تكوينه. أبونا إسحاق، أبونا إبراهيم بالنسبة له كان قدوة. فأبونا إسحاق طالع يعني مش غريب عن الدنيا، الدنيا بتسرق منه أبيار وهو ما بيتخانقش، ما بيزعلش. ياخدوا بير بكذا مليون يعني في زمانهم، ما بيزعلش وما بيخاصمش. ليه؟ أبو إبراهيم كان كده. ولما يعقوب ما طلعش شبه أبوه، جده اتبهدل وفي الآخر على آخر حياته بقى شبههم. أبو يوسف العفيف كان متربي على قدوة أن يعقوب أبوه عنده مثاليات كتير على كبر. فالقدوة هي أساس الغربة، أساس الاختلاف. نزرع الاختلاف في عيالنا ونزرعه ومعاه، أصل خلي بالكم الاختلاف يدي إحساس من اتنين، يا إحساس بيسموه inferiority، إن أنا كمني مختلف، أنا قليل، أنا تحت، أنا إحساس الدونية. ده إحساس غلط. لا لا بالعكس، إحساس الاختلاف معاه الثقة بالنفس، معاه التميز، أنا مختلف لأني أبويا ربنا، فده مش مكسوف من روح. أيوة مش هروح المكان ده زيهم ولا هعمل الشغلة دي زيهم، بس أنا مش مقهور من جواي، مش مذلول، مش متضايق، أنا مبسوط لأن أنا مختلف، أنا ما بعملش كده لأني أنا فيا روح ربنا، أنا مسيحي. فهنا اختلاف مع ثقة بالنفس، هو ده اللي يعمل الغربة المسيحية الصح. إن احنا زي ما قال القديس بطرس في رسالته نسلك كغرباء ونزلاء. غرباء عن شهوات العالم، يعني الدنيا تحب قوي الشهوات، احنا زي الغرب، الحاجات دي غريبة علينا وما بنتشدلهاش وملناش فيها خالص. يبقى اولا القدوة، يعني لازم نراجع احنا قد ايه شبه الدنيا يطلع اولادنا اوحش مننا، وقد ايه احنا مختلفين يطلع اولادنا احسن مننا. فلازم اربي نفسي عشان اربي اولادي، ولازم يشوف فيا طبع مختلف عن كل الدنيا، يقوم هو يحب ياخد الطبع ده فيطلع هو كمان غريب او مختلف، وبالغربة دي يكرز، بالغربة دي يبان انه يا بختك انت فعلا مختلف، اصلك لا بتكذب ولا بتغش. يوسف لانه كان مختلف ربنا اختاره يبقى رئيس مصر، لو هو عبد زي بقية العبيد ولا كنا سمعنا به، لو عاش زي العيشة العادية بتاعت اي شاب كان بقى نكرة في التاريخ. تاني مبدأ غير القدوة ندخل على الحوار. الحوار بقى مهم قوي في الموضوع ده. ليه؟ لازم من بدري قوي من سن 3-4 سنين ابتدي احكي مع اولادي يعني ايه انت مسيحي، فيك ايه زيادة، ليه بتصلي، رايحين فين في الاخر، احنا مش بنموت احنا بنروح السماء، احنا حوالينا ملايكة، احنا العذراء امنا، احنا القديسين دول عيلتنا، احنا الشهداء دول تاريخنا، احنا فوق ده كله ربنا يسوع جوه قلبنا. الحاجات دي لما بتتقال كتير وتتحكي كتير طبيعي يطلع عنده احساس الاختلاف، ما عندوش ازمه. مثلا تسمعوا عن امنا القديسه يوليطا وابنها كرياكوس، كرياكوس بتاع الصيد، كرياكوس ده كان 3 سنين يقال، ما بين 3-4 سنين. قديس كرياكوس عشان امه ست عظيمه، قديس كرياكوس قال انا مسيحي لدرجه الرجل رزعه في الارض موته من الغيظ، لكن على قد ما كان صغير ما كانش حافظ غير انا مسيحي، دي اهم حاجه. فمش فارق معاه كبير ده اللي بيلعبه، ده اللي عامل فيها ملك وبتاع، ولا ما بيتغريش باغراءات الاطفال العاديه، هو زي اللي حافظ كده ومتبرمج انا مسيحي. فاصبح شهيد وهو طفل صغير قوي بسبب تربيته على الاختلاف.
خلي بالكوا، اللي مش هيتربى على الاختلاف سهل قوي يبقى نسخة من الدنيا، يمشي في إلحاد، يبيع المسيح، يكذب، يزني، ما خلاص، ما هو مفيش دافع للاختلاف. الحوار مهم. بقنع ولادي لو انت بقيت زي الدنيا هتروح فين، ولا انت بقيت شبه المسيح هتروح فين. طب عشان تبقى شبه المسيح هتتعب شوي بس هتكسب كتير قوي. لو بقيت شبه الدنيا يمكن ما تتعبش بس هتخسر كل حاجة. بنقنع، نمسك كل قديس في الكتاب واحنا بنحكي عنه نوري له قد ايه كان شبه ربنا وعشان كده كان مختلف وله رسالة. يبقى بزرع الكلام ده عن طريق حوارات، ولما يكذب زي بقية الناس اقول له انت بقيت ايه فرقك عن اي واحد تاني؟ طب ليه بتتناول؟ ما تتناولش بقى بدل هتكذب زي الناس، ما الناس اللي بتكذب ما بتتناولش. فببتدي اربط ده بده، ان اللي بيتناولوا دول ما بيعرفوش يكذبوا عشان دول بتوع ربنا. يأتي التأديب. تأديب دايما نقول ايه؟ قد نحتاجه او لا نحتاجه. لو القدوة سليمة تماما والحوار قوي، تأديب ده اقل ما يمكن. التأديب تاني معناه بنحط مبادئ، لو عملنا زي الناس في انذار وفي عقاب بعد كده. بوبخه، بنذره، بقول له احنا ما بنعملش كده. تكرر التصرف اللي خليه مش مختلف يبقى في بانشمنت، يبقى في تأديب. تأديب متناسب مع الغلطة. وبعدين بشرح له مع التأديب، انت ليه انا زعلان؟ لانك انت كده مش ابن ربنا، اللي يعمل كده مش من ولاد ربنا. فبفوقه، بحطه تاني، انا بفكرك انت مش بتغلط مش عشان اسمك فلان، لا انت عشان ابوك ربنا. انت ابن ملك، ولاد الملك ما يتصرفوش تصرفات يعني اي كلام. يبقى هنا بحط تأديب ومعاه برضو الحوار، الحوار لا ينتهي. الصداقة والحوار لا تنتهي. مرة شاب سافر برا كده ورجع يعترف وكان حزين جدا. قال لي يا أبي أنا في مصيبة في حياتي. أنا نسيت إن أنا مسيحي. وأنا برا نسيت. فاتبهدلت. أنا حبيت دخلت على جامعة عاوز أثبت نفسي. فبقيت أذاكر كتير زيهم. وبعدين لقيتهم بيسهروا، مش عاوز ابين ان انا قليل، ابتديت اسهر. وبعدين لقيتهم بيهرجوا، قلت اهرج معاهم ما يبانش ان انا قليل. وبعدين في الاخر وقعت في زنا. ليه؟ لاني نسيت انا مين، ونسيت ان انا مسيحي. شوفوا الخطوره لما الواحد بيفقد الاختلاف او التميز، بيفقد كل شيء. ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني. عشان نطلع جيل قوي ما يتأثرش بالدنيا، لازم أزرع من طفولته ثقة بالنفس المبنية على أنا مختلف لأني مسيحي.